اهلا بيكم مع فيديو جديد من سلسله سؤال واجابه. السلسله دي اللي احنا عاملينها مخصوص عشان نجاوب على الاسئله بتاعت كل اللي بتجينا في الكومنتات ونرد عليها بطريقه علميه ومبسطه. الفيديو بتاع النهارده بيسال سؤال جميل جدا، بيقول ازاي انا ممكن احول موجه مربعه بالشكل ده، دي معايا كده موجه مربعه، احولها لموجه جيبيه او برضو بنسميها ساين ويف او موجه جيبيه. يعني احنا عايزين نحول من سكوير ويف لساين ويف او من موجه مربعه لموجه جيبيه. لازم تاخد لبالك لما تبص للاثنين على حاجه مهمه جدا. طبعا هنا ده يعتبر الزمن وده معانا هنا الجهد الفولت، ونفس النظام هنا برضو معانا الزمن وهنا معانا الجهد. جميل جدا. طيب لو تاخد بالك في الموجه المربعه بيحصل تغير للجهد في زمن صفر، يعني التغير في الجهد بيحصل من النقطه دي للنقطه دي في زمن صفر. لو خدت بالك ده هو 0 فولت هنا مثلا، وصلنا هنا 5 فولت، التغيير خد قد ايه؟ 0. انما لو جيت للموجه هنا الساين ويف عشان توصل من 0 فولت لغايه مثلا النقطه دي اللي هي 5 فولت، لو سالتك التغيير اخد قد ايه في الزمن هتقول لي احنا مثلا خدنا هنا مثلا 1 ثانيه مثلا او نص ثانيه او ربع ثانيه، بس انت خدت هنا زمن لكن هنا انت خدت تغيير في زمن صفر. يبقى احنا اللي عايزين نعمله ايه؟ عايزين نخلي التغيير بتاع الجهد ما يكونش سريع بالمنظر ده، مره واحده يطلع من 0 ل 5 ومره واحده تاني ينزل من 5 لهنا مثلا ماينس 5 وشغال بيتغير بسرعه جدا. انا عايز اخلي التغيير في الزياده يكون ببطء بالشكل ده، وبرده في نفس النظام وهو بينزل ينزل بهدوء بالشكل ده، لما يجي يحصل زياده تحصل زيادة بالشكل ده. يبقى احنا عايزين نغير او نوقف التغيير المفاجئ بتاع الاشارة المربعة ونخليه تغيير بطيء بيحصل، ياخد وقت في الزيادة لغاية ما يوصل لأعلى نقطة، ونفس النظام بياخد وقت تاني عشان ينزل لغاية نقطة الصفر، فيبدأ يبقى كده بالشكل ده. لو احنا عرفنا نحول الموجة لشكلها ده ونوقف الاجزاء دي، احنا عايزين نشيل الاجزاء دي خالص عشان نخلي الموجة بتاعتنا بتتغير ببطء. طب المنحنى ده اللي هو بيحصل فيه تغيير للموجة بشكل بطيء في الزيادة وشكل برضو بطيء في النقص، كان منحنى ايه؟ لو انت فاكر شرحنا المنظر ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله هنا، ده كان منحنى المكثف. المنحنى دايما بياخد وقت، وده كنا بنسميه التي اللي هو كنا بنسميه تي تشارج اللي هو وقت الزمن بتاع الشحن، والمنحنى الوقت التاني ده كنا بنسميه التي ديشارج اللي هو بياخد وقت عشان يفرغ فيه. ده كان المنحنى بتاع المكثف بتاعنا، وقلنا المكثف ده هو القطعة الإلكترونية الوحيدة اللي ما بتقبلش الزيادة على الطرفين بتوعها مرة واحدة. يعني ما ينفعش احط هنا مرة واحدة 5 فولت المكثف ده الجهد بتاعه اتغير بقى 5، لا، اول ما تديله 5 فولت هنا يبدأ هو من جوه الشحنات تتحرك، فيبدأ من جوه يعمل يبني الزيادة بتاعت الجهد ويبدأ يزيد 1 2 3 لغاية ما يوصل معانا هنا لغاية نقطة الماكسيمم. وأول مفصل من على طرفين الكهرباء المكثف ده بيكون مخزن جهد جواه لغاية ما يوصل معانا للصفر، يبدأ يخزن ويبدأ يعمل تفريغ 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 لغاية ما يوصل لمرحلة الصفر. عشان كده بيستعمل المكثف معانا كبطارية. ولو تفتكر احنا شرحنا يعني أكتر من فيديو شرحنا ازاي استعملت المكثف ده لوحده كبطارية بتشحن بسرعة معايا وبرده بتفرغ بسرعة، وعلى حسب أنا عايزها تشحن في وقت قد إيه أو تفرغ في وقت قد إيه أنا ممكن أعمل دايرة إن أنا أستعمل المكثف ده كبطارية ممتازة جدا في الدوائر الإلكترونية بتاعتي. خلينا كده نعمل تجربة سهلة وبسيطة عشان نشوف إزاي إحنا ممكن نحول حاجة بالشكل ده ونحولها مع بعض بالشكل ده. هنعمل الكلام ده خطوة بخطوة، خليكم معانا. معانا دلوقتي اسلوسكوب. في الفيديو بتاع النهارده احنا عايزين نتعلم ازاي نحول الاشاره اللي كانت مربعه ونخليها ساين ويف او اشاره جايبيه. فمعانا دلوقتي الاسلوسكوب ده فيه 2 شانل، شانل 1 وشانل 2، وفي كمان مولد اشارات اللي هو فريكوانسي جنريتور. دلوقتي احنا عايزين نعمل تجربه بسيطه قبل ما نستعمل الفريكوانسي جنريتور ونشوف ازاي هنحول الاشاره بتاعتنا. تجربه ببساطه، معانا مكثف اهو، المكثف ده وصل عليه مقاومه هنشوف فايدتها ايه، ومفتاح. انا ببساطه لما بضغط على المفتاح بشوف الاشاره اللي طالعه من الجنريتور والاشاره كمان اللي على طرفين المكثف. خلينا دلوقتي نرسم الاثنين مع بعض ونشوف الفرق بينهم. هنجرب كده، بص هذا اهو، مره 2 3. هنا طبعا انا حاطط الليد، بس الليد ده اول ما بينور بيقول لي ان المكثف ده خلاص شحن لغايه الاخر. هنا حابب اوريك حاجه مهمه جدا، الاشاره اللي لونها ازرق دي اللي طالعه من الباور سبلاي بتاعي.
بمجرد ما انا بدوس على مفتاح الباور الاشاره بتطلع من 0 لـ 100% مره واحده، خط مستقيم يعني في زمن تقريبا صفر. في حين الاشاره اللي على المكثف زي ما انت شايف بتاخد وقت لغايه ما توصل للقمه، وبعد كده بمجرد ما توصل للقمه خلاص بتثبت. اول ما بفصل بتاخد وقت اطول برضو عشان تنزل. هنا برضو الاشاره بتاعت الباور سبلاي، انا بفصل الباور بس عشان المكثف واصل معاها فبيخلي المنحنى يتغير بالشكل ده، وهكذا برضو بدي اشاره تاني تبدا تملي ويحصل عمليه شحن وتفريغ. طب افرض انا، خلينا كده نكمل تاني، افرض عملت حاجه بالمنظر ده، بشغل وافصل على طول، هلاقي ايه اللي حصل؟ اللي حصل المكثف دايما شاحن طول الوقت ومش بينزل لغايه الزيرو، دايما طول الوقت شغال فل، وده اللي بنسميه في دوائر الدي سي من الاي سي للدي سي بنسميه الريبل، اللي هو الشويه اللي فوق الصغيرين دول. طيب احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا تاثير المكثف على الاشاره المربعه بيعمل فيها ايه، وشفنا الفرق بينهم اهو. ده كده المكثف زي ما انت شايف، اول ما بيملي بيعمل لي المنظر ده، واول ما بيفضي بالشكل ده. طيب كده الدائره بتاعتنا. في سؤال مهم، احنا طبعا عرفنا المكثف هو اللي بيديني التاثير بتاع الشحن الطالع والنازل بالراحه، ايه فايده المقاومه دي؟ ده سؤال مهم احنا عايزين نعرفه. خلينا نشغل كده وندي اشاره هنا وندي اشاره تاني ونوقف. طيب لو بصيت هنا دلوقتي عند النقطه دي، الاشاره طالعه من 0 لـ 100% دي بتاعه الباور سبلاي، المكثف بياخد وقت. طب الفرق في الجهد عند اللحظه اللي في النص، يعني هنا عندنا 5 فولت وهنا عندنا لسه الفولت وصل 2.5، دول يروحوا فين؟ لو انا وصلت الباور سبلاي بتاعي على المكثف على طول، ده بيحمل يعمل تحميل على الباور سبلاي بتاعي، او ممكن ان المكثف بتاعي يتحرق عشان الزياده بتكون عليه مره واحده. واحد فيهم هتحصل فيه مشكله، طبعا المشكله هتحصل مع الوقت مش من اول مره. فانا بعمل ايه؟ بحط مقاومه، المقاومه دي بتستعمل في المرحله دي في النص بين الاثنين. بمجرد ما وصلنا لغايه القمه المقاومة دي كده ملهاش شغل، يبقى المقاومة دي هتشتغل معايا في النص. خلينا نجرب دلوقتي، ادي معانا اهو دايرة فيها مقاومة واحدة وفيها مكثف واحد، هنجرب ان احنا نستعمل الجنريتور ونوصل ونشوف تأثير المكثف ده هيعمل معايا ايه. كده وصلنا الجنريتور بتاعنا، هنستعمل دلوقتي الطرف بتاع الجنريتور يطلع لنا اشارة هنا، وهنقيس الاشارة من الناحية التانية. طيب الاشارة اللي هنطلعها من الجنريتور هي نوعها ايه؟ خلينا كده نبص هنا، الاشارة نوعها اشارة مربعة اهي، والتردد بتاعها 1500 هرتز. معانا كده لو بصينا الناحيه الثانيه، مدخلين الجنريتور الاشاره بتاعته دي مدخلينها على مقاومه 10 كيلو ومكثف هنا 10 نانو، تمام. خلينا كده نقيس الاشاره الاول شكلها ايه. اهو شايف الاشاره مربعه، خلينا نفصل هنا نشيل دي، الاشاره شكلها مربع وممتاز جدا اهو. دي كده الاشاره بتاعه الدخل قبل ما تخش على الدايره. هقيس الطرف الناحيه الثانيه، خلي بالك انا بقيس كده قبل المقاومه، هنقيس بعد المقاومه على طول. شايف شكل الاشاره ازاي؟ الاشاره شكلها اتغير تماما بمجرد بس وجود المكثف ده. شايف الاشاره شكلها ايه؟ بدل ما كانت بتطلع مره واحده وتنزل اهو في الاشاره المربعه بتاعتنا، لو جينا نبص هنا هنلاقي دايما بتطلع مره واحده وتنزل. نبص كده نثبت، الإشارة دايما كانت بتطلع مرة واحدة وتمشي وتنزل تاني وهكذا، دايما سكوير ويف مظبوطة وممتازة جدا. بمجرد ما احنا شفنا كده بنقيس بعد المقاومة، يعني عند الطرف بتاع المكثف، زي ما انت شايف الإشارة حصل لها ايه؟ الإشارة اتغيرت تماما وبقى شكلها يعني لا وصلت ان هي بقت ساين ويف أو إشارة جايبية، ولا بقت إشارة مربعة، حاجة في النص. بس التردد لو احنا بصينا هنا هنلاقي التردد زي ما هو 1500 مظبوط، يعني كده التردد ما حصلهوش اي تغيير، وهي مربعه 1500 وبرده بعد المكثف 1500. طب خليني اثبت لك ان ده بسبب تاثير المكثف. لو انا كده شلت المكثف اهو وجيت هنا قست، هلاقي مفيش تغيير خالص، زي ما هي قبل المقاومه زي بعد المقاومه. اللي فرق معايا بس وجود المكثف ده، مجرد ما احط مكثف تاني واقيس الاقي الاشاره اتغيرت. طيب هي كده مش مظبوطه، يعني هي كده مش اشاره ساين ويف. احنا نعمل ايه؟ ان احنا ببساطه معانا هنا الدايره دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 مراحل، دي مقاومه مكثف مقاومه مكثف مقاومه مكثف، 3 مراحل. وخلينا نشوف الاشاره بتتغير ازاي مع كل مرحله من الثلاثه. ادي اهو احنا مش هنحتاج الطرف دي، ادي اهو كده شكلها واضح، ادي طرفين الدخل وده الارضي، وادي كل شويه بمقاومه تدي له مكثف ونطلع وهكذا. خلينا نوصل الاشاره بتاعتنا، الدخل بتاعنا اهو ده الجنريتور بتاعنا، هنوصله هنا اهو،
ده طرف الارضي، الصلب الارضي تمام، تأكد ان هو وصل كويس. وادي الطرف الثاني هنوصله الناحية دي. طيب اول حاجة نقيسها ايه؟ نقيس الاشارة بتاعتنا، نتأكد ان هي مظبوطة. ادي الاشارة بتاعتنا اشارة مربعة ممتازة جدا. بعد اول مرحلة يحصل لها ايه؟ يحصل لها الشكل اللي انت شايفه ده. وخلينا كده نكبر الجهد بتاعها بس شوية عشان نشوفها افضل. اهو كده بقت اشارة، يعني لسه ما بقتش اشارة ساين ويف بالظبط ولا جايبيها بالظبط، لسه مختلفة شوية. نيجي نروح المرحلة التانية نلاقي احسن. تمام خلينا برضو نكبر الجهد كمان اهو كده، هو افضل شوية. المرحلة التالتة نبص نلاقيها بقت ساين ويف ممتازة جدا جدا زي ما انت شايف اهو، والتردد بتاعنا مظبوط، يعني التردد دايما ثابت اهو. كل الفرق ان احنا اتحركنا من اشارة شكلها بالشكل ده اهو. خلينا نغير هنا برضو تاني. اول مرحلة كانت اشارة زي ما انت شايف مش مربعة ولا اشارة ساين، اتحسنت شوية. بعد المرحلة التالتة بقت ممتازة جدا، اشارة ساين ويف شايفينها بوضوح جدا اهو، اشارة ساين مظبوطة جدا. كل مرحلة من المراحل عملت لي تعديل لغاية ما وصلت للتعديل النهائي. السؤال المهم، ازاي انا ممكن اعرف قيمة المقاومة والمكثف دول؟ المقاومة اللي هنا والمكثف دول اعرفهم ازاي؟ خلي بالك ان المكثفات كلهم زي بعض في نفس القيمة، والمقاومات كلهم زي بعض. هقول لك دلوقتي على القانون، ركز معايا. القانون بيقول عشان تحدد قيمة المكثف والمقاومة بتاعتك في الدايرة اللي زي كده، بنسميه بنقول التردد بتاعنا بيكون عندك بيساوي 1/2 باي R C. سي دي اللي هي الساعة بتاعت المكثف، R دي اللي هي القيمة بتاعت المقاومة. فأنا عندي هنا التردد 1500 هرتز. انت ممكن تثبت المقاومة بتاعتك مثلا على 1 كيلو او 10 كيلو، قيم تكون سهلة بالنسبة لك، تثبتها على قيمة تكون سهلة بالنسبة لك، وبعد كده تقيس قيمة المكثف. طب لو انت عندك المكثف جاهز خلاص، حدد قيمة المكثف وليكن مثلا 10 مايكرو او ايا كانت القيمة بتاعته، واحسب الحسبة بتاعتك عشان تطلع بقيمة المقاومة، تثبت واحد وتطلع بالتاني. لو غيرنا في فريكوانسي يحصل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. انا معايا الدائرة بتاعتي اهي، وعايز اعمل تغيير للفريكوانسي. بص كده لو احنا جينا بنقيس، ادي الخارج اهو، الخارج بتاعنا مظبوط وكل حاجة تمام. انا هجيب الجنريتور اهو، واختار ان انا عايز اغير التردد بتاعي. اختار كده اهو، عايز اغير التردد بتاعي وليكن نشوف كده، نخليه 2 ميجا. شوف اول ما غيرنا زودنا، خلينا التردد 2500، الاشارة ضعفت وصغرت. ليه؟ لان المكثف ده مش متماشي معها. خلينا نزود كمان، لو انا خليته 3.5 كيلو هرتز، ده تردد الدخل، برضو الاشارة قيمتها قلت عمالة تصغر. لو زودت كمان مرة هلاقيها خلاص الاشارة بتاعتي اختفت. وده بالظبط اللي انت بتعمله في الراديو، لما انت بتغير الراديو وتحركه انت بتغير قيمة المكثف، فالمكثف بيعمل مقاومة للتردد ويوقفه. فعشان كده انت لازم تقيس التردد بتاعك. التردد المثالي بالنسبة لنا هنا على حسب الحسبة هنلاقيه 1.5 هرتز، 1.5 كيلو هرتز، فده ممتاز جدا. لما انت بتزود، كل ما تزود التردد تلاقي خلاص الخرج يوصل معاك زيرو. احنا كده وصلنا لعشرة كيلو هرتز او 10.5 كيلو هرتز، فده خلاص كده الخرج بتاعنا بقى زيرو. رغم ان انا لو قست الدخل هلاقي ان انا معايا الدخل اهو موجود وممتاز جدا. خلينا كده نصغر الدخل بتاعنا اهو، شايف الدخل بتاعنا لسه موجود، يعني الدخل ما راحش موجود، بس الخارج بتاعنا اختفى خالص ومدين الخط اهو زيرو، عشان التردد نفسه مش مظبوط. عشان نرجعه تاني نرجع كده اهو، نصغر التردد، هنلاقي الخارج بقى معانا وصل اهو مظبوط وبقى تمام جدا. بس وده كان يا سيدي الطريقة عشان نحول من اشارة مربعة لإشارة جايبية بطريقة سهلة جدا. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش اشترك معانا، ده اللي بيشجعنا نكمل. اكتب لنا رأيك في الكومنت، ده بيفرق معانا كتير. فخلينا نشوفك فيديو جديد. شكرا.